المزيد ينضم إلينا هاتفيا سيادة النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة كيل. أرحب بك سيادة النائب. أهلا بسيادتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بك. بداية، أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة دمج المفرج عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسية؟ في الحقيقة بس أنا عايز أثني على التقرير اللي أنا سمعته دلوقتي، لأن ده تقرير لم كل الأمور الحقيقة، وحاجة بتدينا مؤشر للي احنا عايزين نتكلم عنه. المفرج عنه خرج للحياة الطبيعية، لكن عشان يعيش حياته الطبيعية فعلا محتاج ان هو يشعر بكونه مواطن طبيعي، مواطن حر في دولة بتحتضنه، بقيادة سياسية بتؤيده، بجميع الأطراف بتحتضنه بتقول أهلا وسهلا بيك. في منتهى السعادة احنا لما نشوف النهاردة المفرج عنهم بيبقوا موجودين في وسط أهلهم وفي وسط بيوتهم، في منتهى السعادة ان احنا بنشوف القيادة السياسية بتؤيد هذه الخطوة وبتستجيب ليها، في منتهى السعادة ان احنا نشوف كل الأجهزة بتتعاون من أجل سرعة خروج الناس دي لأنها توصل إلى بيوتها. والحقيقة عشان نطمن أكثر، عشان نقول ان احنا ماشيين إلى طريق جمهورية جديدة اللي سيادة الرئيس بياخدنا ليها، بنقول ان المواطن ده اللي خرج محتاج ان هو يشعر بالامان ويشعر ان هو موجود في وسط اهله بالفعل. فعشان يندمج وان اللجنه بتساعد في انه يندمج وان الاجهزه بتساعد في انه يندمج، محتاج ان هو يلاقي وظيفه او يرجع لوظيفته، محتاج ان هو يرجع لمدرسته او كليته، محتاج انه يلاقي ماله موجود، محتاج ان هو يحس بالمواطنه بحق وبجد. محتاجين ان احنا نقول له ان المساله عباره عن طرفين، الطرف الاولاني الدوله قامت بدورها واستجابت لرغبه الاحزاب ورغبه اللجنه ورغبتك انت كمفرج عنك، والقياده السياسيه بتدعمك وبنشوف حضرتك. انا مش عايز انسى ان كل المناسبات سياده الرئيس بيعمل افراج عن الغارمين والغارمات، بيفرج عن بعض المسجونين في كل المواقف وفي كل المحافل الحقيقه بنشوفها. كل ان احنا النهارده بنقول ان في دمج للناس دي، فعلا احنا كلنا بنأيد الدعوه دي وبنقول ان برافو، خطوه على الطريق، لكن في نفس الوقت رساله الى كل من اخطا في يوم من الايام او حصل ليه هذا الموقف، ان دي بلدك، ده بلدك وده وطنك. نتعلم من اللي فات عشان ما نغلطش مره ثانيه. مفيش مانع ابدا من حريه الراي، لكن حريه الراي المسؤوله. مفيش مانع من انك تقول راي، احنا كلنا بنقول راينا لكن بمسؤوليه، مش نأجج المشاعر او نتجه بالناس الى طريق لا رجعه. الحقيقه خطوه على الطريق كويسه جدا، بنثني عليها وبنقول للناس اللي هي خرجت مبروك خروجكم، اندمجوا مع البيوت ومع الاهل، سعداء بيهم جدا. مين اللي يكره ان يبقى واحد موجود في وسط بيته وولاده؟ هذه الخطوة المهمة سيادة النائب تأتي في ظل جلسات للحوار الوطني، ما هي أبرز الرسائل برأيك؟ الحقيقة الحوار الوطني ابتدى يرسل رسائل فعلية نتج عنها إيجابيات، وبشكر حضرتك على السؤال العظيم ده. إيجابيات بقت موجودة على الأرض الواقع، أولها لما شفنا سيادة الرئيس لما دعم البطاقة التموينية بمبلغ من 300 جنيه، خطوه على الطريق. شفنا النهارده الخروج عن الخروج المفرج عنهم، خطوه على الطريق. المؤتمر الاقتصادي اللي سياده الرئيس دعا ليه خطوه مهمه جدا لينا كلنا وكل رجال الاعمال وكل المستثمرين وكل الصناعات كل الزراع للخروج من عنق الزجاجه. وعايز اقول لسيادتك ان احنا مش بنتكلم كلام في منأى عن العالم، العالم كله بيعيش وقت عصيب جدا. واحنا جزء من العالم، احنا لازم نقول دي بلدنا، ازاي نشتغل عشان خاطر نتحول من مستهلكين الى منتجين. النهارده اللي مفرج عنهم دي رساله من رسائل الحوار الوطني بكل الاعضاء اللي موجوده فيه على مختلف وجهات نظرهم، لكن بيتوافقوا. التوافق هنا بيدل على ان الناس دي فعلا بتشتغل بدون مساله الحب والكره. بدون مساله انا مع فلان او غير مش مع فلان. لا، بتوازن، باحترام للأفكار، باتجاه. أنا عايز أتكلم ببساطة أكثر عشان المواطن اللي بيسمعنا يشعر. الحوار الوطني ومجلس إدارة الحوار الوطني بيشتغل لصالح المواطن في النهاية. الرسائل اللي بتطلع من الحوار الوطني هتخدم الكل،
احنا مستعجلين، لكن هيجي في يوم من الايام هنلاقي كل الكلام ده بيبقى ثمار، أشكرك. الثمار بينتج عنها خير للوطن. شكرا جزيلا سيادة النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، كنت معي هاتفيا من القاهرة.